دكتور منار سليمي، من المهم أن يستمر هذا التعاون الوثيق في المجال الاستخباراتي وحتى العمليات العسكرية مثل الأسد الإفريقي، ولكن من المهم كذلك أن يعمل الطرفان على تجفيف منابع الإرهاب سواء في المدى البعيد أو القريب. ماذا عن التنمية البشرية ومساعدة خاصة المناطق النائية في أن تتطور أكثر، في أن تجف منابع الإرهاب في المقرات التي تنتشر فيها؟ المقاربة أولاً، المقاربة المغربية معروف أنها استراتيجية لها ثلاث مرتكزات. هناك المقاربة الاستباقية في تفكيك الخلايا، هناك إصلاح الحقل الديني وضبطه، هذه المسائل جرت منذ سنوات، وهناك إطلاق مشاريع تنموية في المناطق الهشة، تحدث عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذن هذه المرتكزات لماذا هي التي تجعل من المقاربة المغربية بالمفهوم الأمني الشامل هي قوية وتقدم نموذج. اليوم هناك تحول، هناك تحول كما تقول تقارير الأمم المتحدة، تهديدات ما بعد كورونا، هناك مشاكل، النظام الدولي سيكون فيه تحولات، التنظيمات الإرهابية لم تمت والخطر يتزايد. مثلا داعش لديه حسب تقرير أخير للأمم المتحدة لديه تطلعات طويلة المدى، ويتوسع النفط القارة ديالنا، يتوسع وسط وجنوب وغرب القارة، ويستغل ما يسمى بدينامية الصراع وهشاشة بعض المناطق. أيضا أن هذه التنظيمات هي تتطور، مثال أن التنظيمات في العراق هي حاولت استخدام أنظمة جوية بدون طيار، وصلت إلى هذه المرحلة. ولا ننسى نحن في محيط فيه مخاطر، قادة التنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش الكثير منهم أفارقة وعادوا إلى إفريقيا. هناك اليوم في إفريقيا 20 دولة في إفريقيا تشهد، أزيد من 20 دولة تشهد نشاط لتنظيم داعش، لا أتحدث هنا عن القاعدة. إذن الدول التي نجحت في التصدي للتنظيمات الإرهابية ليست هي الدول التي تعاملت فقط بالمقاربة الأمنية، وإنما أخذت المقاربة الأمنية كان فيها نموذج. مثلا بالنسبة للمغرب، المقاربة الأمنية وفيه آلية وهي تدخل استباقي، هذه كانت ناجحة واستفادت من العديد من الدول. يضاف إلى ذلك مقاربات أخرى في مجالات أخرى، مثلا المجال الديني والمسألة المرتبطة بالتنمية، لأنه لوحظ مثلا الدراسات التي أجريت على منطقة الساحل كانت هناك تدخلات عسكرية، تدخلت فرنسا وتدخلت دول أخرى، والتنظيمات الإرهابية ازدادت قوة، وكانت هناك الكثير من الخبراء الذين نبهوا إلى أن المقاربة الأمنية تسير في نفس الوقت مع مقاربة أخرى وهي المقاربة التنموية. لهذا أقول بأن المرتكزات في النموذج المغربي هي مرتكزات ثلاثية الأضلاع، ونتحدث عن مدرسة مغربية، مدرسة أمنية مغربية، هي طورت حتى بالنسبة لتوقع الخطر والتعامل مع المعلومة وجمع المعلومات والتعاون، هي مدرسة متطورة وهي نموذج. اليوم هناك طلب حوله، هذا الطلب مثلا يأتي من دول كبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن نعود إلى طلبات من دول أخرى.